ومن الفوائد أن الأمة هنا أمة مسلمة لك، أمة هنا بمعنى الطائفة، والأمة في القرآن تأتي على معان أربعة، إما الطائفة أو الجماعة كما هنا، وكما في قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وتأتي الأمة في القرآن بمعنى الملة والعقيدة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على عقيدة وملة، وتأتي الأمة في القرآن بمعنى الزمن والوقت، والذكر بعد أمة يعني تذكر بعد زمن، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى وقت وزمن محدد، وتأتي بمعنى الإمامة والقدوة في الدين، إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما يقتدى به في الدين. هذا في القرآن. في غير القرآن هناك ثلاثة معان لها زيادة على ذلك، تأتي الأم بمعنى الشجة، والشجة هي الضربة في الرأس حتى تصل الضربة إلى أم الدماغ، وتأتي بمعنى الأم يعني الوالدة، يقال فلان لا أمة له، يعني لا أمة له، وتأتي معنى حسن القامة، فلان حسن الأمة، يعني حسن القامة، يعني أن قامته حسنة وطيبة.